من منطلق دوره الرقابي في متابعة أداء الحكومة استمع مجلس النواب خلال جلسته اليوم إلى بيان السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حول خطط وسياسات الوزارة خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بتعزيز الأمن الغذائي ودعم التنمية الزراعية المستدامة وسبل زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية وكذا آليات حماية وتنمية الأراضي الزراعية. وخلال كلمته أكد الوزير أن الدولة تولي قطاع الزراعة اهتماما كبيرا كونه يتعلق بالأمن الغذائي، لافتا إلى أن حجم الصادرات من المنتجات الزراعية وصل لأكثر من 9 مليارات دولار. قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، ويستبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي 15%، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، بالإضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات، حيث وصلت حجم الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة إلى حوالي 6.9 مليون طن بقيمة تجاوزت 4.1 مليار دولار، بما يعادل 205 مليار جنيه علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها 5.1 مليون دولار، بما يعادل 255 مليار جنيه. وبذلك يكون إجمالي الصادرات من القطاع الزراعي المصري الطازجة والمصنعة قد تخطت 9.2 مليار دولار. كذلك أكد الوزير أن الوزارة تتبع إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية باستنباط أصناف جديدة أكثر اعتمادية وعالية الإنتاج وتتأقلم مع التغيرات المناخية. استنباط أصناف جديدة: خلال السنوات السابقة تم استنباط 60 صنف وهجن لمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدي والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف لتحسين إنتاجية الفدان، كما يتم تنفيذ برنامج قومي لتوطين استنباط جديد أصناف جديدة من محاصيل الخضر ودعم إنتاج التقاوي وتقليل استيرادها من الخارج. وبعد أن فرغ الوزير من إلقاء بيانه، وافق المجلس على إحالته إلى اللجان المختصة ليناقش المجلس بعد ذلك مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار. ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس وطني للتعليم يتبع رئيس الجمهورية ويرأسه رئيس الوزراء، ليتولى وضع السياسات العليا في مجال التعليم بكافة أنواعه وفي جميع مراحله وتحقيق التكامل بينها. هذا إلى جانب النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته وبما يتوافق مع سوق العمل المحلي والدولي. المجلس وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ وناقش عددا من مواده، وأرجى استكمال النقاش حوله لجلسة لاحقة. من مجلس النواب محمود إسماعيل، النيل للأخبار.